يلا نبتدي واحده واحده كده ونشوف مقاديرنا. طيب احنا بالنسبه لشاورما اللحمه هنعوز بوفتيك متقطع صوابع، تمام. هنعوز ملح، فلفل، قرفه ناعمه، بابريكا، هنعوز بصل متقطع مبشوره ناعم، تمام تمام. او ممكن ناخد الكلام ده كله نحطه او طيب. هنحط احنا بقى نقراها واحده واحده وبعد كده نشرح بالتفصيل. المقادير بتاعتنا لحمه كندوز شرايح زي البوفتيك بالظبط، الزبادي والخل، تمام. بصل، زبادي، ملح، فلفل، بابريكا، قرفه، خل، طماطم وفلفل الوان وبقدونس، دول طبعا للجارنش في الاخر او بيتخلطوا في الاخر، وشويه زيت صغيره لو امكن لو حابين، وفحم، تمام. ابتدي بقى وعيش حياتك، وقلت لي هتعمل صدمه قبل ما نبتدي. طيب يلا تبل الاول. هنتبل الاول وعايزين نقول للناس ان حلاوتها لو اتبلت قبلها بيوم. بيوم بالظبط كده، كنت هقول لسه الكلام ده. يلا اتفضل. تمام بسم الله. اولكش كده اللحمه متقطعه شرايح، متقطعه شرايح زي كده، تمام. ده بوفتيك، بوفتيك ما يكونش مترقرق، يعني مش مطلوب انه يتضرب جامد، ما يبقاش رفيع. لا لا ما يتضربش خالص. ايوه يعني متقطع بس شرايح بالظبط، تمام تمام. شايفين لحمه حمراء خالص، مش لازم ان يبقى فيها دهون. لو حابين تحطوا ممكن تحط ليا لو انت حابب. لو حابب اللي حابب الليا والكلام دوت ما فيش مشكله، بالنسبه لو حب بيحب الابيض بتاع اللحمه برضه ما فيش مشكله، تمام تمام. نبتدي بقى حبه حبه كده حاجتنا. هنضيف البصل، بصله ناعمه، بصله مفرومه ناعم يا سيدي، تمام تمام. هنحط ملح، نبتدي بقى واحده واحده. ادي الملح، خلوا بالكم بقى ايه اللي بيجي يعمل بمعلقه كده، يحط الملح الاول عشان ما يحطوش في التوابل بعدين يرجع يحطه في الملح. تمام تمام تمام. انت وبعد كده تحط بقى بعد كده نحط بقى الفلفل الاسود وال تمام. انا مجهز لك النار اهو على النار عاليه عشان انت عايز تعمل صدمه، ولو عايز تعمل صدمه في الاثنين ممكن نعمل صدمه في الاثنين برضو عشان كميه اللحمه. كده نحط البابريكا، بابريكا، نحط معلقه بابريكا، ملح، فلفل، بابريكا، قرفه، قرفه بسيط خالص كده، ايوه يعني بس عشان ينكهوها، تمام بس كده. دي المجموعه بتاعتنا، تمام. الجافه، فاضل الزبادي، بعد كده نحط الزبادي والخل. ادي زبادي، الزبادي بيخليها طريه وجوسي شويه طبعا، ده الميزه اللي فيها طبعا. عايز تحط الخل؟ تاني ازازه، ايوه من دي، يعني معلقه كبيره، حط معلقه كبيره خل كده اهوت. طبعا انت الفكره كلها في انك تبيتها في الخلطه دي هتبقى يعني احسن. انا عاده بعملها من بالليل وتتعمل ثاني يوم، تمام. قلب براحتك وعيش حياتك. كنت عايز اسالك بقى، ابتدى المطبخ موضوعه معاك من امتى؟ انا بدخل المطبخ يعني تقريبا من ثالثه ابتدائي. يا راجل ده في المساعده بقى؟ لا كان حصل ظرف كده واضطريت ان انا ادخل المطبخ، وليا اختي الاصغر مني دخلت المطبخ برضه في سن صغير. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا انا شفت صور كتير، انت عامل انت غاوي تصور اكلاتك؟ انا بصور كل حاجه، يعني الاكل وغير الاكل. عايز اقول لكم ان احمد نشيط جدا على الفيسبوك وخصوصا في موضوع المطبخ ده، ولما احنا عملنا الجروب والبيج كان من الناس من اوائل الناس اللي دخلت، ما بيسيبش اكله او ما بيسيبش بوست نازل فيديو على ايه، لازم يكون ليه تعليق، سواء طبعا دايما كله ايجابي، ما بشوفش منه حاجه دايما نقد خالص يعني. مش ده السبب ان انا جبتك، بس انا شفت شغلك حلو بجد يعني، مش حاجه والله. احمد مصابر جدا، بيحب جدا الاكل وبيحب يطبخ وبيتمزج بنوعيات الاكل، يعني انا بشوفه بيتكلم على تفاصيل. النهارده عامل حاجه في الشاورما حسستني ان هو يعني مش واخدها مني، لا كل الناس اللي بتطبخ انا مش واخدها، يعني مش انا صاحب الاختراع. فكره ان انا اجيب فحم واحطه في الحاجه عشان اديها الريحه، دي حاجه من الحاجات المميزه جدا، وهو دايما بيدي كومنتات ومصطلحات كده بحس ان هو فاهم. طيب هي دي لو هنفترض ان هنعملها من بالليل بتتغطى، تمام، وتدخل التلاجة. طيب ممكن ناخد دي لو انت عايز نرفع وتنزل على دي، هي خلاص دي سخنه، لو عايز تديها الصدمه. انت ما بتحطش الزيت هنا خالص؟ ممكن يعني نقطه نقطه يعني زيت. ادي الزيت اللي عندك، فيه زيت ذره وفي زيت زيتون. لا هاخد زيت عادي، ده زيت عادي، زيت ذره. ممكن لو عايز تنهي برده شويه هنا. لا لا هنا ما بحطش. طيب خلاص تمام، خلي دي هنا، احنا عايزين دي تبقى برده سخنه عشان يبقى كله الدنيا سخنه. ممكن ترفع بدي يعني انا بصدم بقى ايه، شويه شويه بشويه. ممكن تاخد بدي احسن، بدي طيب بدل ما تخلي دي ايوه على جنب، هتبقى تمسك بيها افضل. ايوه يعني شويه شويه بشويه. هو هنا بيتكلم انها شويه بشويه عشان ما يبردش النار، صح مش كده؟
انت عايز تلسع؟ اه بديها صدمه بس كده وبنقلها بعد كده في حاجه ثانيه. تمام حلوه. يعني بعمل شوية شوية. احنا دلوقتي احنا بنحط بس الحاجة، بس احنا ممكن نقلب بقى بايه؟ بأي حاجة تانية. ممكن نقلب بالخشب؟ ممكن نقلب بالخشب او بالسيليكون، ما فيش مشكلة. اتفضل انت. زي ما تحب. لا ازاي؟ يعني يكون النار عليها يعني. هي الفكرة ان احنا نعملها كده، الفكرة انها عشان ما تنزلش مية، ولا الفكرة كلها عشان تاخد الصدمة تدي تاخد اللون؟ الصدمة، لا تاخد الصدمة بتحفظ الجوز جوا. بالظبط زي ما بنعمل في البط او في الفراخ او في اللحوم لما بنحب ان احنا نديها الصدمة الاولانية. طبعا هي فيها مية طبعا عشان الزبادي كتير فبيخليها تاخد النار. بص هي هنا دلوقتي اول ما تبتدي تشكشك وتشد بناخدها ينقلها في طاسه، ينقلها في حاجه ثانيه. اه بالظبط كده. هي طبعا النار هنا خد بالك النار الكهرباء مش زي النار البوتاجاز العادي، لا ديجيتال صعبه شويه. فبيبقى دايما اقل في ده. دي دايما بتقابلني بقى في المشاكل في الحاجات اللي انا بحتاج عايز نار عاليه قوي، ما بضطر الجا احيانا لدي، يعني اضطر الجا للشوايه بتبقى نارها اعلى. طبعا انت الفكره كلها انك انت احنا اخترنا طبقين، مش عايز اقول سهلين، بس احنا اخترنا طبقين يوصلوا ان الراجل ده عنده يعني عنده اسلوب وعنده طريقه وعنده فكره، وفي نفس الوقت انا عايز اقول محترف برضو. لا انا مش محترف، انا يعني انا هاوي شويه بس زي حالاتي يعني. يعني محترفين يعني، هي دي فكرة. ايوه كده ننقل دوت، ولا نحط بقى ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه؟ ولا زيت ولا سمنه. بصوا هنا يا جماعه، بص اول ما بتنزل بتروح ازاي عشان دي سخنه. لا هو احنا بص هنا عشان الطاسه ديت السيراميك ممكن نزود لها شويه زيت، ممكن شويه زيت صغيرين. انا معاك، انما لو هي الطاسه اللي ما بتلزقش ممكن. اهو بصوا هي هنا عشان دي شاورما بيت يا جماعه، مش شاورما السيخ يعني. انتوا مش عارفين الشاورما السيخ. ممكن نرفع بالشاور سريعا. انا ارفع كده. وط ايه الجهاز بالنزله الثانيه؟ يلا ايه الجهاز الثاني معانا؟ نسرين. ايوه ازاي حضرتك يا استاذ ايمن؟ ازيك يا استاذه عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ مساء الفل. مساء الجمال. ازيك يا نسرين عامله ايه؟ الحمد لله وحشتوني والله. وانت كمان جدا جدا حضرتك جدا حضرتك ومدام اميره والله، وانت كمان وحشانه جدا وبجد وحشانا الاكل بتاعك، ووعدتيني انك هتيجي تعملي اكل دمياطي بقى ان شاء الله. والله انا تحت امرك ان شاء الله. معانا احمد الزيات اهو صديقنا الجميل اللي بعمل شغل جامد ما شاء الله، شغله جميل اكيد. ربنا يخليك يا نسرين، احنا بنتعلم منك على فكره. ايه بتعلم منك؟ لا 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 ده احنا اللي نتعلم منك. ربنا يخليك يا ما شاء الله. على فكره يا شيف ايمن، احمد عندهم العيله كلها يعني اساتذه في المطبخ. احمد منورنا النهارده وبيعمل شاورما لحمه وعاملها بطريقه حلوه قوي، فكره انه يعمل صدمه وينزلها في طاسه ويطلعها في طاسه ثانيه، يعني حاجه ممتازه يعني. هجربها منه ان شاء الله، بنتعلم منكم والله. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا نسرين. بالتوفيق يا رب، وحلقه جميله جدا. ميرسي، اشكرك نورتيني. ربنا يخليك، هيمشي من حضرتك. شكرا ليك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا نسرين. ميرسي يا نسرين. شويه زيت كمان. هنا الزيت زي ما قلنا هنا عشان بيخلي الفكرة انه يساعد على يزود الدنيا السخونة اكتر. وفي نفس الوقت انتو الزبادي هنا مطري الحكاية شوية ونخليها. بصوا هنا لما بتنزل على طول اول ما نزل خدت الصدمة بتاخد الشكل بتاعها وبيروح بقى الشكل المية ده، المية بتقل خالص. لا مش هتلاقي الكلام ده خالص في الاخر. ما انا عارف مش هتلاقي. انزل بيها خالص كده، هدي بقى ارفع دي وعيش حياتك انت. طبعا فكره الشاورما، طبعا انا بعمل الشاورما بص قريبه منك بس مختلفه شويه في الطريقه. تمام يعني مش هنختلف في حاجات صغيره بينا وبين بعض في التكنيك يعني. تكنيك صح، بس في النهايه انا هدوق. ماشي وانا كمان هدوق. طيب لا ان شاء الله ان شاء الله نعمل اعمل لك اكل مخصوص تيجي كده وتيجي تنور. وانا وافقت، انا موافق جدا كمان. والشاورما طبعا احنا شفنا عمل صدمه للحمة بعد ما تبلها. تاني نعيد التتبيلة تاني عشان برضو الناس تبقى عارفة التتبيلة ايه. طيب واحدة واحدة كده. شرايح اللحمة بتحط معاها بصل زبادي وفلفل، زبادي خل بابريكا قرفة وقرفة وممكن رشة حبهان مطحون لو حد حابب يعني. انا بفضل الحبهان يكون مع الفراخ. ما لو حد حابب يعني ممكن احط مع الفراخ احط حبهان وممكن مستردة صح؟ مظبوط. يا اقول لا 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 عايزك تقول رايك يعني. هي اذواق وكل واحد ليه طريقه يعني. يا اصل متعود حتى اقول لك على حاجه، في شوربه اللحمه ما بحطش حبهان، شوربه الفراخ احط حبهان، يعني احط في شوربه اللحمه فلفل اسود ورق لورا،
يعني هي تكنيك. بص هو كل واحد ليه ذوقه يعني. بالظبط هي انا قلت اختياري يعني اللي حابب. بالظبط كده. بالظبط. طيب احنا سايبينها اهي الكاميرا معانا هنا بس نبص زي ما انتم شايفين اهي. زودنا لها بس شويه ميه صغيرين وخلاص. هي بقى بتبتدي تشكشك شويه وبعد كده هيعمل بقيه المكونات بتاعتها. وزي ما انتم شايفين هنا مجهزين الفحمايه هنا اهو عشان تبتدي تسخن الفحمه عشان هنعملها بعد كده عشان تديها ريحه التدخينه. انت مش هتستخدم ليا اللي حابب مش مشكله ما بتحب عشان انا شخصيا مش بحبها ما بتحبهاش في المحلات حاطين ترانش ليا قد كده بيبقى فوق الشاورما وانت بتقطع بيقطع من فوق وياخد معاك وانت نازل قد كده قطعه دهن ما شاء الله فطبعا بيبقى السندوتش مليان دهن مليان دهن صح كده. طيب نيجي للشاورما بقى انت هتعمل حاجه دلوقتي ولا سايبينها برده نبص برده بص عليها شاورما مفيش مشكله ما هياش هتتشرب يا جماله يا جماله قلبها بس قلبها تقليب بالخشب بالخشب قلبها بالخشب يا سيدي هي لسه فيها ميه انا ممكن نرفع الغطاء تسيبها بحس ان الميه ممكن إيه؟ ممكن اه عشان ما يتبخر خالص نخلي الغطاء في الاخر عشان ايه لما نيجي نحط الفحمه بالظبط على فكره ممكن ريحتها حلوه قوي يا جماعه لان ممكن لو اتفضل فيها اسف قطع كلامك يعني بس ميه هتبقى جوسي حلوه لا ممكن نطفي الفحمه بمعلقه ميه من دي اه صح صح دي صح, صح صح ممكن تنزل في الميه في النص طب هتنزل بايه بقى في الشاورما لما تستوي يعني تدخل بقى في السوا خلاص هننزل عليها بقى ببصل متقطع سلايس كده اهوت طب انا هقول لك على حاجه صغيره ممكن يعني طبعا انت قادر وقول لي ينفع ازود شويه خل دلوقتي انا ما جربتش ازود وانا شغال لا خلاص اشتغل زي ما انت عايز اه يعني انا ما جربتش اشتغل اصل انا وانت انا الشاورما لما بعملها وبتبقى مبيتها لازم يبقى فيها شويه خل يعني بتبان اول ما برفعها اشم بس ريحه بحس ريحه الخل في مناخيري فانت الخل انت عامله واضح ان هو ايه مش كتير وانت قاصد صح هو عشان انا ما بيت انا يعني متعود عليها ببيتها يعني تمام تمام الحلقات البصل اللي هو السلايس ديت بصل جوليان بصل متقطع جوليان والفلفل الالوان عشان يلا انزل واحده واحده يعني كده عشان ادي البصل متقطع جوانح او جوليان ايوه وطبعا الخلطه الاخرانيه دي هي اللي بتبقى قبل النار لان البصل لازم يبقى صاحي ما يبدلش يعني اه بحبه يكون فيه القرشه دي شويه بيبقى ازرف يعني ايوه حط كمان اللي انت عايزها فلفل الوان ممكن احطها كلها حطها كلها أوه. يلا على البركه يلا طالما هتحطها كلها بعد اذنك عشان الراجل ايه بالظبط كده نختصر عشان انت ايه اتفضل تعال لك ادوني فرصه بقى ان اقلب بقى كده اهو ممكن نديلها شويه بقدونس البقدونس والطماطم بقدونس وطماطم يا سيدي يا سيدي بعد ما الفلفل ده هيدبل شويه مع البصل هي تقلبتين وخلاص وخلاص شكرا اه احنا عايزين بقى ايه نبتدي نشوف كده لو عايزين نحط لها بقى ايه البقدونس ممكن شويه والطماطم. بس شويه حلو قوي زي الفل اذنك طماطم والطماطم بسم الله محتاجه ميه ولا كفايه ده زي الفل كده تمام هو هنا مقطع الدنيا كلها بعد اذنك اجيبها لك نعملها بالاثنين كده ايوه في سؤال جاي لي بيقول لي الطماطم كده كبيره والفلفل كبير يعني لا معقول يعني هو يعني متناسق مع حجم اللحمه مع حجم اللحمه نعم هو هنا معمول كله بحجم اللحمه كلها نفس التقطيع مش مربعات مثلا ولا بتبقى كده شكلها اشيك كمان ده هنا محلات الزيات هي اللي بتعمل الشغل دوت وعايز اقول لكم ان الشيف احمد الزيات هو المسؤول في محلات الزيات عن الشاورما لو فتحت محل شاورما هتسميه ابو ايه ما مش عارف يعني مش هسميه ابو حاجه لا لازم تسميه ها ابو حسين عشان انا نفسي اسميه ابن حسين حسين بس لما اتجوز بقى محلات ابو حسين بتمسي عليكم وبعمل لكم شاورما بالمتقطعه الطماطم والفلفل الالوان وكله جوليان احنا كده خلصنا خلصنا بس كده طيب نسيبها على النار بقى شويه عشان نبتدي نكتب الفحمايه بعد كده هنحط فحمايه دلوقتي اه طيب اللي حضر لي الفويل خلاص بقى نعمل المركبه بتغش بقى ها ده غش بقى ده اسمه غش تجاري طب احنا هنعمل بلاش مركبه هنعمل كوبايه اعمل اللي انت عايزه كده تمام يا سيدي يا سيدي تعالى هنا بس حد يجيب الكاميرا هنا يا جماعه شوفوا الشاورما دي الشاورما اللي بتدخن دي حكايه يا جمالك انت عايز تاخد حاجه تغرق بيها خدها عايز تاخد دي ولا دي خد دي هات ماشي قول لي عايز ايه لا اوكي ماشي
طيب عموما كل الناس هنا بتطلب الشاورما بقوة يعني. يا جماعة ريحة الفحم مع الشاورما مع اللحمة مع التدخينة حلوة قوي 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 يعني. أنا بحييك يا أحمد بجد على ذوقك وعلى اختيارك. أنت عملت حاجات حلوة بسرعة وده الجميل في الموضوع. بس أنا عايز أقولك إنك نمكي شوية يعني. يعني أنت عارف أنت أنا أحيانا ببقى إيه متسرع شوية في حاجات بس بظبطها بعد كده. أنت نمكي عايز يخلص كل حاجة وعايز خايف يوقع أنت في البيت كده؟ أه عشان كده ما تقول لي أغسل حاجة حاجة أعمل حاجة أروح أغسلها. طيب احنا ممكن بقى مناديل مناديل اهي المناديل هناك. طيب ممكن بعد اذنك بس شوكه شوكه من هناك اهي من عندك. بس انا هعمل بس حاجه صغيره معلش. اتفضل. ده التست خليك في شغلك مالكش دعوه بيا انت. التست ده يا جماعه ليكوا وليا يعني. التست ده انا بعمل تست للشاورما. تسلم ايدك يا ابو حسين. حلوة. لا حلوه شاورما حلوه حلوين قوي 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 بصراحه. تسلم ايدك. ممكن برضه نحط ممكن نعمل كده. يا جرنشاتك يا جرانيشك هو ده الشغل. بس بتبقى نوم السماشة. انت بتعمل كده في البيت؟ ما انت شفت الصور. ما انا شفت الصور. بس بتعمل كده بتعملهم كده في البيت؟ حد بيشد شعره منك؟ لا خالص. لان اصلا يعني انا ماشي بمبدا العين بتاكل الاول فلازم ايه اظبط العين عشان الدنيا تتظبط. انت واضح انك ماشي بمبدا كويس وانا عاجبني اسلوبك بقى. معلش كده امسح بس الدنيا. اوكي. انت كده خلصت الشاورما صح؟ انا كده خلصت كل حاجه.